السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم موقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين يا رب العالمين. ومع معكم الدكتور متولي البراجيلي، أهلا مرحبا يا دكتور. أهلا بك أستاذ أحمد، ربنا يبارك فيك. صلى الله عز وجل أن يبارك في عمرك وأن ينفعنا بعلمكم وأن يمتعكم بالصحة والعافية. ولك بمثل. اللهم أمين يا رب العالمين. المشاهدون الكرام، ونسأل الله عز وجل الشفاء لشيخي وحبيبي فضيلة الشيخ شعبان درويش، وأن يرده إلى مجلسه سالما غانما. أمين يا رب العالمين، وأن يشفي مرضانا وجميع مرضى المسلمين. طبعا شيخي الكريم، كثيرا ما نسمع عن زواج النبي صلى الله عليه وسلم بأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها في سن مبكرة، سن 9 سنوات. وهذه شبهة يطرحها كثير من الناس، حتى بعض من ينتسبون إلى العلم ربما يطعنون في هذه السن أو حتى في الحديث المذكور. فيعني هل هذا فعلا حدث أم ماذا نقول؟ نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. هذه الشبهة لاكها المستشرقون، أي تكلم فيها المستشرقون ودندنوا حولها، وانتقلت إلينا للأسف عن طريقهم. يقولون كيف يتزوج النبي عليه الصلاة والسلام من عائشة وهي في 9 من عمرها؟ فبعضهم حتى يرد طعن في الحديث، طعن في الحديث، وبعضهم حتى يرد فقال لا، هذا ليس بسنها، وقال إن سنها كذا كذا، وأخذ يحقق في المسألة وقال كانت في 8 من عمرها. لا هذا صواب ولا ذاك ولا ذاك صواب. أولا، الحديث أن النبي أم المؤمنين عائشة تزوجت في 9 من عمرها، هذا الحديث متفق عليه ما بين البخاري ومسلم، حديث صحيح، ده أعلى درجات الصحة. نعم، لا نقد فيه على الإطلاق. وكان حتى من قال أصله لم يروى إلا عن طريق عروة ابن الزبير، يعني ابن أسماء، يعني خالته عائشة رضي الله عنها. فهذا أيضا رد عليه بأن هذا جاء عن عائشة عن 5 من الصحابة من التابعين، فروى عنها من الصحابة التابعين روى عنها ذلك، فهذا في أعلى درجات الصحة. فلا مجال للغمز في هذا الحديث. إنما نحن إذا أردنا أن نرد ردا صائبا، علينا أن ننظر إلى السياق الزماني والسياق المكاني. يعني إيه السياق الزماني والمكاني؟ ولكن بعد هذا الاتصال. أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إزي حضرتك أستاذ أحمد؟ الحمد لله رب العالمين، أهلا مرحبا، تفضلي. سؤال كده؟ نعم تفضلي. نعم، طيب ماشي. في الصلاة يعني مثلا الرسول قال عليه الصلاة والسلام من صلى البردين دخل في جماعة فهو دخل الجنة، يعني من ايه؟ صلى البردين دخل الجنة، من صلى في جماعة. البردين، نعم. طيب بالنسبة للوحدة فلها نفس الأصل المرأة؟ حاضر. طيب وبالنسبة مثلا لو في يوم، يعني مثلا الواحد فصل يوم في رمضان، في نهار رمضان عمد، فإن كان اليوم فصيام شهرين متتاليين فلم يستطع فطعام 60 مسكينة. طب بالنسبة لو كان طيب. عود الاتصال يا أمة الله. نعم، المهندس ممدوح، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا أستاذ أحمد؟ أهلا مرحبا، تفضل. سلامي للشيخ متولي والقائمين على القناة الجميلة اللي احنا بنعزها وكله بنستنى البرنامج. والله يا رب يحفظك ويبارك في عمرك، كتر خيرك، ربنا يبارك فيك يا رب. ربنا يديك طول العمر وتفيدونا في كل حاجه ان شاء الله. يا رب يبارك في عمرك، اتفضل. استاذ احمد، انا ليه عند يعني ليا سؤالين بعد اذنك عند الشيخ متولي. اتفضل. الله يخليك حضرتك. اول حاجه، الاسماء اللي هي بتاعت الابناء،
هل الاسماء دي احنا اللي نتحاسب عليها؟ اسماء نحن ولا نحن الذين سنسمي اسماء طيب. نحن اسماء الابناء يعني انا اسماء ولادنا يعني انا عندي رانا ما شاء الله وحبيبه ومحمود ما شاء الله هل الله يخليك يا هل الاسماء دي احنا نتحاسب عليها يوم القيامه؟ يعني لو في اسماء معينه لازم يعني لازم تتسمى بيها او كده؟ حاضر ماشي يا فندم. والسؤال الثاني بقى حضرتك انا والدنا شغال يعني غفير او حراسه في مكان ما بالليل طول الليل فما ينفعش يا فندم ان هو ينام وكده او ينام بالليل وكده فبيفضل حارس المكان طول الليل فبيجي طول النهار من التعب وكده بينام طول النهار وبيقوم يجمع الاوقات اوقات الصلاه كلها مع بعضها فهل ده جايز او والدي كده يعني غلط ولا كويس؟ حاضر حاضر يا باشمهندس في امان الله ربنا يخليك يا استاذ احمد وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ربنا يحفظك ويحفظ الوالد. نعم شيخي الكريم نواصل واحنا حضرتك قلت الايه الزماني والمكان يعني لابد ان ننظر الى زمانهم والى زماننا. دي نظريه يعني في نقد النص عند الغرب. احنا بفضل الله عندنا نقد النص بيخضع لقواعد وضعها علماء الشريعه من الجرح والتعديل وشروط الحديث الصحيح وهذا ليس موجودا عند الغرب. فالغرب حتى ينظر الى النصوص وهل هي صحيحه ام لا ما عندوش هذا السند او هذا التسلسل او علم الجرح والتعليل التعديل او علم الاسناد فاخترعوا نظريه تسمى بنظريه السياق. ايه نظريه السياق دي؟ اللي انت تجيب الواقعه او الحادثه او الاثر وتضعه في زمانه وتضعه في مكانه. فانا الحديث طبعا احنا اجبنا ان هو في اعلى درجات الساعه فلما جل الغمز فيه وهي التي قالت تزوج النبي عليه الصلاه والسلام وانا ابن 6 سنوات اي عقد ودخل علي بنبي بابن 9 سنوات ومات عني وانا في الثامنة 10 من عمري وهذا معروف وما تكلم فيه اهل العلم في سند الحديث. فنيجي لو احنا طبقنا من الناحيه العقليه ما يتكلم يعني هذه النظريه. طيب هل ام المؤمنين عائشه كانت حاله شاذه نادره يعني انها تتزوج في هذا السن؟ رضي الله عنها الله. ولا كان في سجلات مدنيه مثلا انه لازم يبقى عندها كذا سنه او كذا سنه ولا كان العرب ينظرون الى البنت اذا حاضت واحتملت صارت صالحه للزواج زوجوها ما بيقعدوش يحسبوا لها سنها كام هي البنت قدامهم كبيره صارت صالحه للزواج بصرف النظر عن سنها دي كان هو ده كان عاده العرب في الزمان ده مش ام المؤمنين فقط وبعدين ما احنا يعني اجدادنا القريبات او جداتنا القريبات وامهات بعضنا تزوجن وهن 13 عام و14 في الحادية عشرة وفي الثانية في الثانية عشرة يعني ده إلى عهد قريب من 50-60 سنة أيوة مثلا كان هذا يحدث نعم ده صحيح لكن ده كان شأن المرأة العربية بل أضيف أن ده كان شأن الرجل العربي يعني الحافظ الإمام الذهبي في ترجمة عمرو بن العاص قال كان بينه وبين ابن عبد الله بن عمرو بن العاص 11 سنة بينهم الاثنين 11 سنة يعني عمرو بن العاص متجوز وعنده كم سنة 12 سنة ولا 11 سنة لا ده بينهم 11 سنة 11 سنة يعني الجواز عنده 10 سنين 10 سنين نعم أهو الرجال فدي كانت هي دي الأعراف الموجودة بين العرب شوف حفصة ابنة عمر تزوجت وعاشت مع زوجها ثم مات عنها خنيس بن حذافة وهي ما زالت صغيرة يبقى ده كان هو ده كانت عادات العرب وأعراف العرب فما تخش وتحكم عليها بحكم الآية أنت تقول لها دي 9 سنين دي في سنة ثالثة ابتدائي صح دلوقتي ما ينفعش لان ثالثه ابتدائي دلوقتي اطفال لكن في انظر الى الاعراف الزمان والى الاعراف والى المكان والى البيئه ثم احكم حكما صائبا جزيت الجنه شيخي الكريم أمة الله من تذكرنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنه المراه تمام هل تاخذ نفس الثواب والاجر كالرجل تماما شيخي الكريم نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام إنما النساء شقائق الرجال فكل ما ترتب عليه على فعله أجر للرجل هو أيضا أجر للمرأة إلا إذا خص الدليل الرجل أو خص الدليل المرأة لكن الأحاديث الثواب على عمومه هو للرجل وهو للمرأة فمن صلى البردين الفجر والعصر دخل الجنة وهل يعني أنا أحافظ على صلاة الفجر والعصر فقط وأترك باقي الصلوات لا النبي عليه الصلاة والسلام هذا من قبيل إبراز أهمية هاتين الصلاتين إنه حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة الوسطى هي صلاة العصر وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا قرآن الفجر أي صلاة
الفجر، ويتعاقبون فيكم ملائكة يجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فلأهمية صلاة الفجر وأهمية العصر، لكن المسلم يحافظ على جميع الصلوات، فالجزاء للرجل وللمرأة إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياهم وجميع المسلمين والمسلمات ممن يحافظون على الصلاة الخمس في أوقاتها وفي جماعة. أستاذ محمود، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا، تفضل. كان عندي بس سؤال لفضيلة الشيخ. نعم. زوجتي اللهم صل على جت وقت الولادة بتاعتها، تمام، في رمضان، تمام، فطبعا ما صمتش شهر رمضان. أيوة. فجت بعد ان صحتها اتحسنت شويه فصمت 7 ايام من رمضان، بس بقيت الايام بتاعت رمضان ما صمتهاش لان الحاله الصحيه مش سامحه بكده. فهل نعم. يجوز ان انا اخرج عنها حاجه؟ حاضر. وشروطها ايه الحاجه اللي هتخرج دي برضو شروطها ايه، او المقدار بتاعها قد ايه؟ حاضر، جزاكم الله خير. واياك يا حبيب قلبي. السلام عليكم استاذ مصطفى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. عايز اسأل حضرتك عن حكم من يتكسب بالابتهالات. من يتكسب بالابتهالات؟ هو يقول ابتهالات ياخد أجرة عليها. طيب، حكم التكسب من الابتهالات، حاضر. سؤال تاني بعد إذن حضرتك. أيوه نعم. إيه حكم إن يكون سجادة الصلاة مخصصة للإمام في المسجد؟ حكم سجادة الصلاة المخصصة للإمام، يعني سمعنا من يقول أنها مبتدعة وما كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. وإيه حكم الأمسيات الدينية بعد إذن؟ طيب، حكم الأمسيات الدينية. الأمسيات الدينية. حاضر. فمن الله؟ من معنا؟ السلام عليكم. الأخت أمة الله. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا مرحبا. اهلا بيك، لو سمحت عندي 3 اسئله. اتفضلي. السؤال الاول، لو سمحت، يعني لو انسان يستيقظ بصعوبه لصلاه الفجر. مش سامع يا امه الله، تقولي ايه؟ شبكه عندك غير جيده بالمره، حاولي تغيري المكان. اتفضلي. طيب، اقول لك يعني لو مثلا واحد بيسعى بصعوبه، هل هكذا يعني يكون منافق؟ انا سامع كلمه منافق فقط، مش سامع السؤال. حضرتك كنت سامع بتقول ايه؟ لا معلش، عاودي الاتصال، الله يرضى عنا وعنك. نعم شيخي الكريم، هي اختنا امه الله كانت بتسال عن الفطر المتعمد في رمضان، وهي ذكرت الكفاره، يعني وهذا مش مجرد ان هو يعني مثلا من افطر متعمدا يصوم 60 يوما او يطعم 60 مسكينا، خلاف من أتى زوجته في نهار رمضان، ولا هو نفس الحكم ونفس الكفارة؟ نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. باتفاق أن من أتى أهله في نهار رمضان فإن عليه الكفارة المغلظة، لكن من تعمد أن يفطر في رمضان اختلف أهل العلم فيه، فمنهم من قاس التعمد إفطار في رمضان على الجماع، من الأئمة من قاسوا على ذلك بجامع أن ذلك تعمد وأن هذا تعمد، وغيرهم قالوا لا، بل إننا نقف على النص، والنص جاء في الجماع فقط. فالمتعمد هذا لا يكفيه صيام الظهر لتعمده هذا كما ورد عن ابن مسعود وغيره، لكن الراجح والله أعلم أنه إذا تعمد فإنه ارتكب كبيرة من الكبائر، يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويستغفر، وليس عليه كفاره الجماع، والله اعلم. نعم. المهندس ممدوح، اسماء الابناء هل نحاسب عنها عليها يوم القيامه؟ ما شاء الله، رنا وحبيبه ومحمود، اسماء طيبه ربنا يبارك. هل نحاسب على اسماء ابنائنا وبناتنا يوم القيامه شيخ كريم؟ الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله عليه الصلاه والسلام. قال النبي عليه الصلاه والسلام: ان الله كتب الاحسان على كل شيء. فاختيار الاسم هذا يعني يظل ملازما للولد والبنت طوال أعماره، فيجب على الوالدين الإحسان في اختيار الاسم، وأن يكون اسما طيبا يناسب البيئة، وألا يكون فيه تشبها بالفاسقات أو الفاسقين أو بالكفار أو الكافرين، يكون الأسماء أعلام عليهم يعني. فيتخير ويستشير،
وأفضل أسماء أن يبحث عن أسماء الصحابة، الأسماء الصحابيات، هذا أفضل أسماء، ويقلب الاسم ويستشيل. لكن لا شك أنه لو سمى ابنه أو ابنته اسما غير محبب أن هذا والله أعلم أساء يعني. نعم. أستاذ مصطفى السلام عليكم. عليكم السلام، ازي شيخ؟ أهلا مرحبا. أحسن الله عليكم، جزاكم الله خيرا. وإياك يا حبيبي، كتر خيرك، تفضل. لو سمحت عندي سؤالين يا شيخ. نعم. السؤال الأول، مثلا لو أنا داخل أصلي في الصلاة الجهرية والإمام خلص الفتحة وبدأ في السورة اللي بعد كده وما حبتش أقرأ الفتحة، هل أقرأ وهو بيقرأ السورة اللي بعد كده ولا تمام؟ ولا أسمع القراءة اللي هي الجهرية بتاعته وخلاص كده؟ حاضر. ده سؤال، تمام؟ نعم. هات السؤال الثاني. اللهم صل على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. عند لما اجي استنجى للصلاه، مثلا اعمل مثلا حمام بور كده ولا حاجه، بحس ان في بعد ما استنجى بحس ان في مثلا تنقيط او حاجه زي كده، مش عارف هل في ولا يعني هل دي يعني طهاره تصح ولا في مثلا نجاسه ولا ايه؟ حاضر استاذ احمد. حاضر، واضح. استاذ احمد السلام عليكم. علمت على الصلاه. لا، هات السؤال من الاول يا استاذ احمد. السلام عليكم. انا ما بحصح. وطي التلفزيون وكلمنا من التليفون عشان انت سامع راجع الهواء. ايوه. اما بحصح لا، اما بحصح. وطي التلفزيون يا استاذ احمد. وطيته خالص. طب هات السؤال. انا لما بحصح جملة للناس يعني، بس الناس لما تاخد الشواية والناس لما تاخد القهوة، هل أنا علي دم؟ مش أنت حضرتك سألت السؤال ده قبل كده؟ ما سمحتش أنا يعني. في حاجة تاني معايا، سؤال تاني أقوله؟ قوله. أنا طلقت زوجتي أول مرة، وبعدين ما طلقتها كده رميت على الطلاق. قلت لها إيه؟ تاني مرة قلت لها أنت طالق عادي، وحرمتها تاني مرة. قلت لها ايه؟ قلت لها اتحرم عليا. جيت عملت كفاره. جيت حصل بعد كده نزاع، عرمت على الطلاق. صريح برضو؟ معلش يا استاذ احمد، قلت لها ايه في المره الثالثه؟ الثالثه قلت لها طلق. طيب. الثاني يعني طلقت يعني رميت على طلاق بريم. واضح انت في الاولى كانت الطلقه صريحه، وفي الثانيه قلت لها انت محرمه وكفرت، وفي الثالثة كان الكلام أو الطلقة صريحة. ده السؤال؟ أيوة سؤال طلق. طيب حاضر، شيخنا سيجيبك إن شاء الله. جيت اتجوزت وبعد كده قال لا، رحت للمفتي في مصر قال ده التحريم لا، وردهاني وبقت معايا، هل كده مظبوط ولا؟ يعني أنت سألت والشيخ أجابك إنها لسه زوجتك؟ رحت في الفتوى بتاع مصر. طب أنت بتسأل تاني ليه؟ ما لما اسال لا يكون فيها عشان انا الشيطان مضحك عليا يقول لي لا كنت انت حرمت وقلت طالب ولا كده، لكن انا ما قلتش. طيب. ما بس وخلاص. طيب. استاذه فاطمه. نعم. السلام عليكم، اتفضلي. عليكم السلام. يا شيخ بعد اذنك، يا قال نحاسب على مثلا ان احنا لم ندعو المسيحيين. هل معنى اتصال اخر؟ طيب. والدي غفير حراسة ليلا، اسأل الله ان يحفظه بحفظه وان يبارك لك فيه. يعمل بالليل وينام طوال النهار ويجمع الصلوات مرة واحدة، فما حكم هذه الصلوات؟ صلوات يعني هل هي مقبولة ولا ينبغي ان يستيقظ ويصلي كل فريضة ثم يواصل نومه بعد ذلك؟ شيخي الكريم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والنبي عليه الصلاة والسلام يسأل عن أفضل الأعمال قال الصلاة لأول وقتها أو على وقتها. فالصلاة مؤقتة بوقت ما بين الأذان إلى الأذان التالي، هناك وقت فضيلة وقت ضرورة. فهو الأخ الذي يعمل مساء لا شك أنه سيصلي الفجر يكون في ورديته، ثم ينام من الفجر أو من بعد الفجر، فيستيقظ في آخر وقت الظهر قبل أذان العصر، فيصلي الظهر ثم يصلي العصر وينام، يكمل نومه وسيقوم بعد ذلك في المغرب أكيد من أجل العمل. فهو يجتهد حتى يعني يجعل يقوم في آخر وقت الظهر. يعني هو لو نام
من السابعه، والعصر بيدن 3:10، لو قام مثلا 3:15 يبقى عنده وقت طويل للنوم، يصلي الظهر ويصلي العصر في اول وقته ثم ينام يقوم في وقت المغرب يعني، لكن لا يجمع صلاه على صلاه، والله اعلم. نعم. الاخ محمود، اختي الولاده كانت في رمضان، بعد رمضان صامت بعض الايام ولم تصم بقيه الايام. هل تخرج يعني شيئا شيخي كريم عن بقيه هذه الايام، وهل هناك شروط ومقادير معينه؟ نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. مسألة والسلام. الحامل التي تفطر في رمضان ماذا عليها؟ مسألة خلافية بين أهل العلم. منهم من قال عليها القضاء بعد ذلك عندما تستطيع أن تقضي، إذا اتصل الرضاع بالحمل فعندما تستطيع أن تقضي تقضي. ومنهم من قال تطعم، يعني ابن عمر رضي الله عنهما دخل على أم ولد له فوجدا حبلى فأمرها أن تطعم، وكذلك ابن عباس على ابنته أيضا دخل على ابنته فوجدا حبلى فأمرها أن تطعم. يبقى ده أثران عن صحابيين، فالمسألة أرى أن فيها سعة يعني، والله أعلم. طب إيه الآن حضرتك تختار، ماذا تختار لها؟ إن اتصل الحمل بالرضاع ويعني ولم تقصر تقضي، لأن هذا هو الأصل. إن كانت ترى من نفسها أنها لن تستطيع فعندها ما يعني ما قاله ابن عمر وابن عباس كما سمعنا، والله أعلم. أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا، اتفضل. سؤالين. اتفضل. ولو سمحت الأخت اللي قلت لها شبكة بتقطع، أنا سمعت سؤالها، ممكن أقوله؟ اتفضلي. أول حاجة سؤال الأخت اللي أنا سمعته الأول، هو كانت بتقول إنه هي تستيقظ بصعوبة لصلاة الفجر، فهي كده تبقى منافقة ولا لأ؟ والسؤالين بتوعي أنا، اللي هو السؤال الأول، ما حكم إني أنا اضطريت في يوم من الأيام إني أنا أقرأ القرآن وحديث باللغة الإنجليزية، فده إيه؟ واستخدام اللغة الإنجليزية في الألفاظ يعني ده حكمه إيه؟ والسؤال الثاني. أيوة نعم. نسيت. وممكن عندي طلبين؟ هاتي السؤال الثالث. ممكن عندي طلبين ممكن؟ اتفضلي. الطلب الأول إنه هو أنتوا مثلا حضراتكم تأخروا أهل الذكر مثلا ربع ساعة، فأرجوكوا أخروا الختام برضو ربع ساعة عشان يعني يبقى في وقت برضو نتصل أو. النهاردة إحنا ما خرجناش متأخرين ربع ساعة، طلعنا في ميعادنا الحمد لله. هو طبعا التأخير غير متعمد، لكن إن شاء الله إحنا إن شاء الله يعني نعطي وقت البرنامج. جزاكم الله خيرا. أستاذ محمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا مرحبا، تفضل. الله يكرمك. لو سمعت حضرتك تفسير الايه وما منكم الا واردها. وما من سلم يا رب. وما منكم الا وارد، تفسير الايه دي، لان في بعض الناس بتقول لك تجد تامرها بالمعروف تقول لك وما منكم الا واردها، يعني كده كده غصبا عنها هنزع على النار، فمش فاهم تفسير الايه. الله يكرمك. حاضر. السؤال الثاني استاذ محمد، السلام عليكم. السلام عليكم يا استاذ محمد. الله يبارك فيك يا استاذ احمد، الله يكرمك. اهلا ومرحبا، اتفضل. لو سمحت ممكن اسال فضيله الشيخ سؤال؟ اتفضل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم على الدعاء في صلاه الجمعه على المنبر، كان يداوم على الدعاء في انتهاء بعد الخطبه؟ عليه الصلاه والسلام. كان يداوم النبي صلى الله عليه وسلم على الدعاء؟ نعم سمعت عليه الصلاه والسلام. السؤال الثاني لو سمحت، هل يوجد رفع يدين في الخطبه في الدعاء ايضا في الخطبه؟ رفع اليدين، حاضر. ولو سمحت فضلت الشيخ بس يوجه كلمه للناس اللي بتطعن في العلماء وتسب العلماء. طعن في العلماء، حاضر. في امان الله. نعم شيخي وحبيبي، ربنا يرضى عنه وعنك سيدنا. اخونا الاستاذ مصطفى يسال عن حكم التكسب من الابتهالات. نعم. تكسب من الابتهالات. يعني الانشاد يعني. الانشاد هو مبتهل او منشد وهذا هو عمله. فما حكم هذا؟ لا ارى بأسا في ذلك، طالما العمل جائز فالاجر عليه جائز. نعم. ايضا يسأل عن ما حكم سجدة الصلاة المخصص سجادة الصلاة المصلية يعني. سجادة التي توضع للامام. تبقى يعني هو حاجه زي مخصصه له، فده في تميز يعني. يعني هو يسال عن هذا
وهل هذا فيه بدعة؟ نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا، هو ليس فيه تميز، إنما من كرهها من أهل العلم قالوا إن هذا شيء لما يكون لونه مخالف للون فرش المسجد. هو في الغالب بتبقى مخالف؟ لا، فيه بيجعلها من نفسه، هو المكت المفروش بالمسجد بياخد قطعة مكت يحطها عشان يظبط بها، يظبط بها القبلة. طب في لو المساجد كانت مخالفة للون، هي بتشغل أعين المصلين، فالأولى ألا يضعوها. لكن الصلاة صحيحة. ما فيش علاقة ما بين صحة الصلاة وبين هذا. ولا تدخل في البدعة؟ ما البدعة، ما هو إذا قلنا أنه هذا لم يكن في أيام النبي عليه الصلاة والسلام ولا في أيام السلف، أن توضع يعني سجادة للإمام لونها مخالف، أنا أكرر هذه، لونها مخالف، يبقى تدخل في البدعة، ليست يعني تمام. من البدع الكبرى يعني. تمام. حكم الأمسيات الدينية طبعا، أو ما يسمى بالأمسيات الدينية، إن هي يعني فيها درس علم ثم قرآن ودرس علم وإنشاد، يعني هذا هو المتعارف عليه. لا شيء فيه، ده شيء طيب يعني، ما طالما هو ده درس علم. لا طيب، أحيانا بيبقى لها طقوس كده، قارئ ومبتهل وعالم، أمسية دينية فبيبقى لا أرى بأسا في ذلك. تمام. والله أعلم. أخونا الأستاذ مصطفى الفاتحة ولا يستطيع أن يقرأ الفاتحة خلاف أو خلف الإمام، فماذا يقرأ؟ هل يقرأ أم يستمع إلى الصورة التي يقرأها الإمام بعد الفاتحة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. في قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام ثلاثة آراء. رأي الجمهور، وقد يتعجب بعض المشاهدين، أن المأموم لا يقرأ الفاتحة لا في الصلاة الجهرية ولا السرية، وده رأي الجمهور. رأي آخر واختيار شيخ الإسلام تيمية وفريق من أهل العلم، أنه يقرأ في السرية ولا يقرأ في الجهرية. ورأي ثالث أن يقرأ المأموم في جميع الصلوات الجهرية والسرية. فهذه ثلاثة آراء الجمهور على ما على أنه لا يقرأ قراءة الإمام قراءة للمأموم. أيوة. أنا أختار رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه يقرأ في السرية ولا يقرأ في الجهرية. فإذا دخل متأخرا ووجد الإمام يقرأ يعني صلاة جهرية خلاص. وأحيانا، وهذا هو الأصل، أن الإمام إذا انتهى من الفاتحة بدأ وشرع في السورة، ما تيسر من كلام الله عز وجل. فهو لا يمهل المأمومين قراءة الفاتحة. لا شيء عليه بقى، أنت مأمور بالإنصات. ورأي الجمهور كما سمعنا حتى ما اخترناه أنه لا يقرأ في الجهرية، اختار زيت الجن. طب شيخنا الكريم، مسألة أنه يستشعر أن في نقاط من البول أعزكم الله بعد الاستنجاء، هل يتأكد أم هذا توهم من الوساوس أم ماذا يفعل؟ هو يدور أمره بين أمرين، إن كان موسوسا لا يلتفت، إن كان هذا يأتيه أحيانا طبعا البول يؤدي إلى النجاسة، فعليه أن يتيقن أنه ليس هناك بول. فالمسألة بتختلف الفتوى للموسوس وبين غير الموسوس. موسوس البول لابد أن يزيله وهذه نجاسة، لكن الموسوس هذا لا يلتفت، ينضح ماء على ملابسه ولا يلتفت إلى هذا. نعم. أخونا الأستاذ أحمد هو بيبيع فحم. بعض الناس يأخذونه للمطاعم والشويات وما شابه ذلك، والبعض يأخذها أو يأخذ هذا الفحم للمقاهي، يبيع أم لا يبيع لأصحاب المقاهي شيخي الكريم؟ نعم. هو بيع الفحم جائز في أصله، فهو لا يتحرى، لا يسأل أنت، يعني هو مش مطالب بهذا، أنه يسأل أنه هتشتري الفحم لإيه، فهو يبيع وهذا بيع مباح والله أعلم. لكن لو علم أن يعني إنسانا بعيني أو جهة معينة ستشتري الفحم من أجل أن توجد معاصي فيها، فلا يبع. لكن هو أنا ببيع واشتري، لا أسألش كل واحد أنت هتاخده ليه وتاخده ليه وتاخده ليه، أنا البيع هنا مباح والله أعلم. أنه يعلم أنه صاحب مقهى. ما هو إذا كان يعلم أنه صاحب مقهى، أصل المسألة إحنا بنقولها على مسألة بيع العنب لمن يعصره خمرا، وإن كانت المسألة الخمر طبعا مختلفة عن أصحاب المقاهي. أصحاب المقاهي، لكن هو العلماء قالوا إيه، إن العنب أصله أنه مباح بيعه، فلا تتحرى لمن تبع، لكن إذا تيقنت أنه سيعصره خمرا لا تبع له، فالمسألة على هذا. تمام. أستاذ أسعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا أستاذ أسعد، فضل يا شيخ.
سلامنا لفضيلة الشيخ متولي وسلامنا لحضرتك. يا رب يسلمك من كل مكروه وسوء وزيت الجنة. الله يبارك الله فيك استاذ احمد. عندنا سؤال لفضيلة الشيخ بارك الله فيك استاذ احمد. الشيخ اسعد من اهل القرآن. يا اهلا وسهلا. اتفضل الشيخ اشرف. ايوه نعم نعم. هو كمان حبايبه كتير مع الشيخ اشرف. الشيخ اشرف عام. اتفضل الشيخ اسعد. ربنا يرفع قدرك يا استاذ احمد والله. ربنا يبارك لك. انا عرفته من صوته. اتفضل. ربنا يبارك فيك. حضرتك يا مولانا عاوزين بس يعني توجيه من سيادة الشيخ من فضيلة الشيخ متولي. يعني توجيه ونصيحة وفتوى في نفس الوقت. توجيه ونصيحة وفتوى. في دلوقتي يعني بعض المسلمين نلاقي الرجل محافظ على الصلاة الخمس ونجلس مع بعض الناس نلاقي التلفزيون والمسلسلات موجودين في البيت. يعني لما نروح نقعد مثلا بس مع واحد يكون بيصلي وراجل من اهل الصلاح نلاقي مثلا حاجات تركية يعني حاجات تركية وحاجات مش عارف ايه. فعايزين نبين بس نسأل يعني الله ان يهدينا وان يسترنا جميعا بستره الجميل. حاضر. حاضر. الموضوع ده معلش يا استاذ احمد انا ما كنتش واخد بالي منه خالص. فلما يقابلني مثلا بعض الناس واجلس مع واحد بعد واحد بعد واحد. واضح الكلام. في سؤال تاني يا استاذ اسعد؟ لا بس نفسنا الشيخ يبين فيه المسألة. طيب. هل المصلي القائم على الصلاة الخمس هل الحاجات دي بتأثر على العبادة تأثر على عمله؟ استاذة فاطمة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا ومرحبا تفضل. ممكن اسأل السؤال يا شيخنا؟ تفضل يا فندم. انا جوزي رمى عليه الطلاق قبل كده قال لي انت طالق وجاء تاني مرة قال انا رديته. جاء تاني مرة مجلس واحد ايه كان قالهم لك يعني قال لك انت طالق في مجلس واحد. فاول مرة قال لي انت طالق بنفس الطريقة. جاء تاني مرة راح قال لي انت طالق بالتلاتة. الحكم في كده ايه بقى؟ هو قال لي انا رديتك ان هو رد انه راح حللها. الله اعلم كان سارق ام كذاب. بس يا شيخ في حاجه تانية. هو بيحلف كتير ودايما حلفان وكله بيبقى مش حقيقي. يعني بيحلف وحلفانه بيبقى كذب. وحط ايده على المصحف مره قدامي وبرده يعني حلف على حاجه ان هو مش هيعملها وعملها. طيب ممكن تقول لي الحكم ده ايه؟ ينفع انا ارد حلفان المصحف انا نفسي لان انا عارفه واثقه ان هو مش هيرده ودايما احنا على خلافات. فينفع انا ارد حلفان المصحف ده؟ يعني تخرجي انت الكفاره يعني؟ حاضر ماشي. حاضر قول لي الحكم معلش. فامان الله. حاضر وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم. الأستاذ أحمد طلقت زوجتي مرة وقال لها في مرة تانية أنت محرمة عليها وأخرج الكفارة. وفي المرة الثالثة قال لها أنت طالق صريح. يعني مرتان اللفظ صريح ومرة قال لها أنت محرمة عليها ويبدو أنه سأل وكفر. نعم فما الحكم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفتوى التي أفتي بها فتوى صحيح وسأل. هما طلاقان وتحريم. فالفتوى التي أفتي بها لا يشغل نفسه ولا يوسوس نفسه إنما من أفتاه دي فتوى صحيحة. طب نريد أن نخرج بفائدة. من سأل أهل العلم سؤالا كهذا هل له أن يعاود السؤال على أكثر من عالم؟ هو له أن يعاود إن وقع في قلبه ريبة كأن يكون المسؤول لم يحرر المسألة تحريرا جيدا. وقع في قلبه ريبة هناك شبهات تقال حول هذا العالم راح سأل وإن بعد ما سأله أنت ما لقيتش غير ده تروح تسأله. يا عم روح يسأل واحد كويس. فأوقعه في قلبه الريبة. لكن إذا سأل عالما واثقا من علمه ولا تصار حوله الأقاويل خلاص لا يسأل مرة ثانية. نعم. أما طولة تقول إنها أو يعني إنها تستيقظ لصلاة الفجر بصعوبة. فهل تقول هل أنا كده منافقة أم لا؟ نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي تستيقظ الحمد لله. تستيقظ بصعوبة. هي صلاة العتمة الفجر والعشاء ثقيلة على المنافقين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هي بتستيقظ فتحاول وإن شاء الله تستعين بالله سبحانه وتعالى وهي تقوم وبإذن الله سؤالها يدل على أنها ليست من المنافقين. يعني يا رب يتقبل
وجعلنا وإياكم من أهل الفجر ومن ممن يحافظون على الصلوات الخمس. هي تسأل أيضا عن قراءة القرآن والحديث النبوي باللغة الإنجليزية، ما حكم هذا؟ يعني هي أنا ما عرفتش ليه تسأل تقرأ ليه باللغة الإنجليزية؟ لا تقرأ بالترجمة، تعلم أحدا يعني ولا هي ما تعرفش اللغة العربية؟ ما هي أكيد بتعرف لغة عربية ما مكلمانا. ما هو أن أنا متعبد أن أقرأ القرآن بلفظي العربي. طيب ما هل يجوز أن أقرأ الترجمة؟ القرآن لا يترجم، لفظه لا يترجم لأن إعجازه في لفظي، لكن بتترجم المعاني، وهذا جائز. ترجمة معاني القرآن، أيوة هذا جائز، المجامع المية على جواز ترجمة المعاني، لكن القرآن لا يتعبد به، لا يعني لا يصلى به، لا 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 يتعبد غير عربية. لا ده القرآن أصل لفظه عربية، تعبدنا الله سبحانه وتعالى بلفظه. نعم. فيجوز الترجمة، فإن كانت بتقرأ الترجمة تقرأ الترجمة. الأحاديث يجوز أيضا أن تترجم، ولعلها تدعو غير المسلمين في بلادهم وتتكلمهم عن القرآن وعن السنة وهكذا بلغتهم. كانت هي لم توضح يعني. نعم. طلبات تأخير، مسألة تأخير البرنامج إن شاء الله تعالى، نسأل الله ألا نتأخر، إن شاء الله يكون معد إن شاء الله في معد. أنا أضم صوتي إلى صوتي، وأنا كذلك أضم إليكم صوتي. الأخ محمد يسأل عن قوله تعالى وما منكم إلا واردها، نسأل الله العفو والعافية، فما تفسير هذه الآية؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جسي. الورود ليس معناه دخول النار، فيعني العلماء تكلموا في هذه، وأرجح ما لدي أنه الصراط الذي ينصب أو يضرب على شفير جهنم، سلم يا رب، هذا هو الورود. فمن نجا سلم، يبقى مر على الجهنم لكن لم يقع فيها، ومن هلك سقط في جهنم. فالورود ليس معناه الدخول، والله أعلم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. اللهم آمين. آمين يا رب العالمين، والمسلمين والمسلمات. الأخ محمد يسأل هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم على الدعاء في نهاية كل خطبة يوم الجمعة؟ شيخي كريم، نعم، ما أعلمه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو في كل جمعة، هذا ما أعلمه عليه الصلاة والسلام. رفع اليدين أثناء دعاء الإمام أو الخطيب، هل نرفع أيدينا أم لا؟ الإمام ولا المأموم؟ كلاهما، سواء كان الإمام الخطيب أو المأمومين. الإمام يرفع أصبعه السبابة، هذا هي التي يرفعها ويدعو بها. أما المأموم في حال دعاء الإمام فأكثر أهل العلم على أنه لا يرفع يديه، وبعضهم قال يرفع يدي الأمر في ساعة. نعم. نصيحة لمن يطعنون في العلماء. الطعن في غير العلماء حتى في في الناس، أليس هذا من الغيبة؟ بلى، هو الغيبة دي، طيب والغيبة دي كبيرة من الكبائر. فإذا كان إذا كانت الغيبة دي وذكرك أخاك بما يكره كما عرفها النبي عليه الصلاة والسلام للعلماء وهم ورثة الأنبياء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فلا شك أن الذنب يتضاعف. فمسألة أنه أصل هو بيطعن في العلماء لأن هذا من باب الجرح والتعديل ونحن أمة الجرح والتعديل، نقول من أنت حتى تنصب نفسك قائما على العلماء؟ فمن أنت حتى الذين العلماء بينظروا لعلماء الجرح والتعديل ويردون عليهم جرحهم لو أنهم ليسوا في الدرجة العليا من العلم، فمن أنت ومن أنا حتى نجرح في العلماء؟ إنما علينا أن نسدد وأن نقارب وأن نلتمس للعلماء مخارج فيما يقولونه، وإذا في خطأ نبين الخطأ بأدب وبعلم. هذا شأن المسلم، أيوة، أن يكون مؤدبا، أيوة، حتى وإن خالف فيخالف بأدب. نعم، ده صحيح. وقولوا للناس حسنة. أخونا الشيخ أسعد، توجيه ونصيحة وفتوى. نعم. يبدو أن أنت كده ستصيب قطاعا كبيرا من المسلمين إلا من رحم ربنا عز وجل. الرجل يحافظ على صلواته ويشاهد الأفلام، وهل هذا يعني أو في معاصي؟ ما منا إلا وعنده معصية، نسأل الله العفو والعافية. هل تؤثر هذه المعاصي على عباداته وصلواته شيخ كريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. شوف النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن كان يتكلم عن أجر احتباس الخيل ويتكلم عن فضل ذلك، وسأله بعضهم عن الحمير، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ليس عندي فيها شيء إلا هذه الآية الفازة عليه الصلاة والسلام، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى.
آية فزة. فالله سبحانه وتعالى شوف مثقال الذرة من الخير ستحاسب عليه، ومثقال الذرة من الشر ستحاسب عليه. يعني احنا مش قديسين ولا ولسنا معصومين. لسنا معصومين، نعم، وكل ابن ادم خطاء، نعم. لكن الانسان يعني ايه لا يصر على معاصي، لا يصر، وسيندم على ذلك بين يدي الله سبحانه وتعالى. المفترض انك انت في طاعة. طيب انظر الى ما تفعله، هل هذا من الطاعات ام من المعاصي؟ وافتي نفسك. يعني انا دائما اقول ما قاله ابن عباس للذي ذهب يسأله عن 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 رسم المجسمات. فابن عباس قال يعني هذه الميزان له كفتان، ووردت انه في الغناء له كفتان، كفة للحسنات وكفة للسيئات. انظر الى ما تفعل، هل هذا في كفة الحسنات ام في كفة، يعني اين تضع الصلاة؟ سؤال كده انا اكلمه للناس. ومع ان هذا مما عمت به البلوى، المشاهدات ودي عمت به البلوى، لكن انا اقول الصلاة توضع في كفة الحسنات ولا كفة السيئات؟ حسنات. الصيام حسنات، الحج حسنات، العمرة حسنات. طيب المعاصي توضع فين؟ سيئات. ما فيش كفة ثالثة، صح؟ نسأل الله العافية. فأنا أفتي نفسي، كل واحد يكون رقيبا على نفسه. ده بيروح فين؟ ده بيروح فين؟ والإنسان بيحتاج حسنة واحدة على فكرة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. عارف زحزح بحسنة واحدة، لو كفة الحسنات طبت كده طبة بحسنة واحدة فهو زحزح فقد فاز. فالإنسان يكون رقيبا على نفسه وينظر، وكل أمر يقبل عليه يقول في أنهي كفة، هنا ولا هنا كده. هو يعني الله يفتح عليك سيدنا، ربنا يبارك فيك. صلى الله عز وجل أن يجعلنا ممن يعقلون، اللهم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. من معنا؟ السلام عليكم. أم دنيا، السلام عليكم. أستاذة أم دنيا، وعليك السلام ورحمة الله. تفضلي. طب أستأذنك نرفع الصوت قليلا، تفضلي. أنا جوزي كثير الحلفان بالطلاق. كثير الحلف بالطلاق؟ اه. يقول ايه؟ ماذا يقول يا أم دنيا؟ لا، كثير الحلف عنده بالطلاق زي والله العظيم. يعني بيقول عليا الطلاق ولا بيقول انت كذا؟ يعني بيقول ايه؟ لا، قال لي رن عليا يمين الطلاق 3 مرات. طب قال ايه؟ معلش عشان دقة اللفظ بس. انت طالق لما يتخانق معايا ويسد ويكبر ويسد. نسأل الله العفو والعافية. يعني 3 مرات دول في مجلس واحد ولا متفرقات؟ لا، متفرقين. وانا رحت دار الافتاء المصريه سالوا لي النيه، فهو اقسم بالله ان هو نيته ما كانش طلاق. انا نيتي ان انا ما ادريش بنفسي، وكان عشان احل المشكله مش عارف معنى الكلمه. فدار الافتاء قالوا لي النيه، نيته هنشوف نيته تكون ايه. هو اقسم بالله كذا مره ان انا مش في دماغي ان انا اشرد ولادي، انا معايا 4 عيال منه، مش في دماغي ان انا اشرد ولادي ولا في دماغي ان انا اعمل كده ولا كده. وشيخ المسجد قال له نفس النظام، اتصل بيا وقال لي يا بنتي، هو قال خلاص ان كانت نيته الطلاق. طيب حاضر، واضح الكلام يا ام دنيا، ربنا يصلح لنا وحال. يعني 3 طلقات متفرقات. سؤال ثاني بعد اذنك. اتفضلي. انا ليا 5 سنين بصلي في شقه وما كنتش عارفه القبله صح. 5 سنوات تصلين في شقه ومش عارفه القبله صح؟ والنهارده حد شافني وانا بصلي، ولد صغير زي ابني قال لي ماما مش بتصلي كده، انت كنت يعني مش عارفه، ما اعرفش حد في العماره خالص، انا ساكنه يعني مش بصلي لحد ولا بعمل حد. فقال لي انت كده كنت بتصلي غلط، ماما بتصلي ظهرها للجامع والوش كده القبله. فانا هل صلاتي دي كانت صحيحه ولا ما ربنا ما يقبلش صلاتي 5 سنين؟ يعني في العكس اتجاه ولا عكس الاتجاه يا ام دنيا؟ ايوه كنت بصلي العكس. صلي عكس الاتجاه، مش منحرفه يمينا قليلا او يسارا قليلا، لا ده عكس الاتجاه. طيب حاضر. ماشي يا شيخ، شكرا. حاضر. استاذ ايمن، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا ومرحبا. يا مرحبا بحضرتك. اتفضل. بنقول بالنسبه للانتقال من الانتقال رفع اليدين من الانتقال من الركعتين الركعه الثانيه، بنرفع اليدين اثناء التشهد ولا في القيام؟ طيب السؤال، متى نرفع اليدين في الصلاه؟ حاضر، عند الانتقال بين الحديث. نعم. الحديث مطل الغني ظلم، حديث صحيح ولا لا؟ مطل الغني ظلم. حاضر، حكمه ايه؟ جزاك الله خير، شكرا. أمات الله وإياك يا حبيبي. أمات الله، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا. عندي سؤال لو سمحت. هاتي، الله يرضى عنا عنك، تفضلي. رجل مؤمن في الجنة موعود بالحور العين. هل جوزته يلتقي بها أم لا؟ حور العين، سؤالك ايه؟
يفتخر بجوزته في الجنة أم لا؟ هل يفتخر؟ هل يلتقي بجوزته؟ إيه؟ مش سامع كده. يلتقي بجوزته؟ يلتقي؟ يتخذ زوجته في الدنيا تكون زوجته في الجنة؟ يعني طيب. هو موعود في سور العين. طيب. جزاكم الله خير. وإياك وعليكم ورحمة الله وبركاته. فأمان الله. نعم شيخ الكريم أصلح الله أحوالنا جميعا. الأخت فاطمة يعني سؤال برضو فاطمة أم دنيا متشابه مسألة طلاق. الأخت فاطمة قال لها مرتين في جلسة واحدة أنت طالق وبعدين قال لها أنا رضيتك وبعدها فمرة تانية قال لها أنت طالق بالثلاثة كررها ثلاثة وتقول أنه يحلف خلاف الواقع. وهل هي لو وحلف مرة على المصحف هل لو كفرت عنه؟ فلكن ده سؤال وده سؤال. نعم شيخ الكريم. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الطلاق مرتان أو ثلاث مرات في المجلس الواحد، الفتوى على أن هذا يقع طلقة واحدة. طبعا مسألة خلافية لكن الفتوى على أن هذا يقع طلقة واحدة. وهو قال أنا راجعتك فعليه أن تصدق لأن إنما الطلاق لمن يأخذ بالساق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهو بمجرد أن عاشرها فقد رجعت إليه. تمام يعني هي كده طلقها مرتين. أيوة نعم. تمام. مسألة كفارة اليمين الحلفان على المصحف هو كنت تقول كثيرا ما يحلف خلاف الواقع يعني فلو هي كفرت عنه أو أخرج... نعم ليس واجبا أن تكفر عنه أو أن يكفر أحد عن أحد وإنما هذا من باب التبرع والإحسان. ده أن تفعل يعني إن أرادت من كان تتبرع وتكفر عنه فهذا مستحب ليس على الوجوب. أيضا أم دنيا زوجي كثير الحلف بالطلاق وبعدين قالت أنه قال لها أنت طالق ثلاث مرات متفرقات. هو سأل يعني الجهة المذكورة قالوا النية فهل النية تتدخل في اللفظ الصريح في الطلاق شيخ الكريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هي لم يتضح من كلامها إن كان قالت يعني لفظا صريحا أو كناية، لكن على العموم الطلاق الصريح لا دخل فيه للنية. يعني أنت طالق ده ما فيهوش نية. حديث النبي عليه الصلاة والسلام اختلف أهل العلم في تصحيحه وتضعيفه لكن العمل عليه عند العلماء ثلاث جدهن جد وهزلهن جد منهم الطلاق منهم النكاح والطلاق والعتاق. فهذا العمل عليه عند أهل العلم فلا مزاح في مسائل الطلاق. الطلاق الصريح يقع قولا واحدا دون النظر إلى النية، إنما النظر إلى النية ده في كنايات الطلاق علي الطلاق روحي امشي روح عند أهلك أنا مش عايزك بعد كده تحرمي علي، المسائل دي هي التي ينظر فيها إلى النية. فهي يعني من المؤكد أن من أفتاها هو كان السائل لم يقل أن طلقت طلاقا صريح لأن ما فيش حد من أهل العلم قال أنه طلاق صريح ينظر فيه إلى النية. بدليل أنه بتقول أن الزوج قال أنه أقسم بالله أنه لا يريد الطلاق طيب وأنه مش فاهم اللفظ وأنه كان بيحل مشكلة. لا يبقى هو أكيد قال عليه الطلاق قال كده كناية يعني من كنايات الطلاق. طيب من 5 سنوات وتصلي في الشقة خلاف القبلة عكس القبلة ويبدو أن فيه حد من الجيران ولد صغير ولا حاجة قال لها يا خالة أنت تصلينا خلاف القبلة فما حكم الصلوات الفائتة شيخي الكريم؟ نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنسان يحاول أولا بذل الجهد في تحري القبلة ينظر إلى المساجد التي في المنطقة يسأل الجيران لأن دي القبلة ده شرط من شروط صحة الصلاة توجه إلى القبلة. طب حالاتها هذه لو أنها سألت وتحرت وبذلت وسعها فلا إعادة عليه، لو أنها قصرت عليه أن تعيد هذه الصلاة والله أعلم. تمام بسول أنا ما بكلمش حد وما أعرفش لا ما فيش ده أكلمش حد في الصلاة لازم تسأل عن القبلة يعني أي واحد بروح أي شقة جديدة لابد أن يسأل عن القبلة. صحيح ده صلاتك يعني صحيح. أهم أعمالك. تمام هل معنى صلاة الشباب؟ أستاذ أيمن يسأل عن الانتقال في الصلوات رفع اليدين متى نرفع اليدين شيخ كريم في حذو المنكبين أو الأذنين في الصلوات؟ هو رفع اليدين ورد عند تكبيرة الإحرام وعند النزول إلى الركوع الرفع منه وعند القيام إلى الركعة الثالثة هذه المواطن التي عليها جمهور أهل العلم. أما التكبير عند يعني في وهو يجلس ويكبر مثلا عند السجود يرفع يديه وعند النزول للسجود يرفع يديه فالحديث الذي ورد في ذلك حديث ليس بصحيح أنا كنت حققته بفضل الله سبحانه وتعالى وجدت أنه ليس بصحيح. نعم وزيت الجنة مطلو. طب حاضر أمة الله السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا.
أهلا بحضرتك، لو سمحت عندي سؤالين. اتفضلي. دلوقتي قريبي وهو على هو قريبي توفى وهو على بيغسل على خشبة الغسل، الشيخ اللي كان واقف نادى على زوجته وقال لها سامحي بقى زوجك في المؤخر، فهل ده جائز؟ يتسامح في المؤخر بالطريقة دي يعني؟ وتاني حاجة، طب هي دلوقتي لو هتاخد المؤخر هتاخده من الورث ولا هتاخده ازاي حضرتك؟ قبل ما يتوزع الورث ولا هتاخده ازاي؟ حاضر، شكرا، جزاكم الله خير. وإياكم أحسن كده. أيوه أم مالك، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله، أهلا ومرحبا، اتفضلي. أنا امبارح اتصلت كنت بستفسر عن تعدد النوايا في السنن، فالشيخ أجابني وقال إن هي ليا جزء في السنن المؤكدة. أولاً أنا مش عارفة السنن المؤكدة، ماشي؟ فعايزك بس توضح لي إيه هي السنن دي. تمام؟ تاني سؤال، عايز أعرف النقاب لبسه فرض ولا سنة؟ لأن أنا أصلاً لابسها غصب عني كده ومش مقتنعة بيه، زوجي لبسه لي كده يعني. ثالثا انا عندي جيراني عندهم اطفال وكده بس كبار، بيقعدوا يشغلوا اغاني قدام من باب الشقه بتاعتي، يلعبوا كوره، وكذا مره اتكلم مع اهلهم وجوزي يتكلم ومفيش فايده. فاخر ما زهقنا جوزي قال لي خلاص يعني العين بالعين والسن بالسن، ومش عارفه اعمل معاهم ايه الصراحه. فانا خايفه اعمل حاجه ارجع اندم عليها معاهم، فالحل معاهم ايه؟ انا اتكلمت اكتر من 3 مرات مع اهلهم انا وجوزي، فعايزه اعرف الحل معاهم ايه. طيب حاضر، فامان الله. نعم شيخ كريم، مطل الغني ظلم، هل هذا حديث؟ اه حديث صحيح عن النبي عليه الصلاه والسلام، مطل الغني ظلم. معناه ايه؟ الغني هو الذي عنده القدره على السداد ويماطل في السداد، فهذا ظلم سيحاسب عليه بين يدي الله سبحانه وتعالى. يعني انت ليك عندي فلوس وانا فلوس اول الشهر، ما تفرحش قوي. ما حصلش. ايوه. لكن انا ممكن افترض جدلا يعني. لا نفترض جدلا، الفلوس دي هتسدد اول الشهر. فانا معايا فلوس اسدد. نعم. وجيتني اول الشهر قلت لك ما معيش، اجلها شهر ولا شهرين. رغم انه معاه فلوس. معاه، هو ده بقى، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم الغني. مطل المماطله يعني. لكن معهوش فنظرة الى ما يسار. نظرة الى ما يسار. نعم، أمة الله، الرجل في الجنة له حور العين. نعم. أو حور العين. زوجته في الدنيا هل تكون معه في الجنة إذا كانت من أهل الجنة يعني؟ نعم شيخنا الكريم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعم، زوجته إن كانت من الداخلات إلى الجنة فهي زوجته بإذن الله رب العالمين، لكن على هيئة غير الهيئة وعلى سن غير السن وعلى يعني أحوال غير الأحوال، بل هي ستكون أجمل من الحور العين. يعني هي لو قرأت النساء وصف الحور العين يقول لك احنا نروح فين؟ لا، إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أطرابة. لا، ده الزوجة إن شاء الله تكون زوجته في الجنة أمرها يختلف وستكون أجمل من الحور العين. وهو أيضا ما أمره يختلف. أمة الله قريبي توفي أو قريب توفي، وأثناء الغسل الشيخ قال نادى على زوجتي وقال لها يا فلانة سامحي زوجك في المؤخر، هل تسامح؟ وهل كان لهذا الشيخ أن يطلب منها هذا؟ وإن أرادت أن تأخذ حقها أو مؤخر صداقها هل تأخذه قبل توزيع التركة أو الميراث شيخي الكريم؟ نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لابد أن نعلم لماذا قال الشيخ هذا. إن كان الزوج فقيرا وليس عنده ما يسدد به المؤخر الصداق، ده دين في رقبتي، وشوف كل شيء بيغفر للشهيد حتى إلا الدين. فإن كان لا يملك يبقى هي تهب وتتنازل عن مؤخرة، لكن إن كان عنده ميراث فالأمر يرجع إليها قبل توزيع التركة. قبل توزيع التركة هذا دين، تسدد الديون قبل توزيع التركة. لو هو كاتب لها مثلا 20,000 جنيه وهو تارك أولاد منها أو من غيرها، وهو ال20,000 جنيه اللي موجودين هم يدوبك هو مؤخرها، تأخذ هي مؤخر الصداق وهو كده لا يكون له مثلا إرث أو تركة؟ نعم، الديون تخرج قبل توزيع التركة ولو استغرقت التركة كلها. كلها صحيح. لكن هي عايزة تحسن بقى، باب الإحسان واسع، تتنازل عن المهر بكامله، ده تبقى لزوجها هبل يعني عطيه. ما ده تنازل عن الدين، ليست هبل ان ده مات، لكن ده تنازل عن الدين يعني اللي يكتب مؤخر يراعي هذه المساله. يراعي. نعم تمام. ويسدد. مش معناه انه مؤخر انه ينام عليه، لا، هو طبعا يجب بالوفاه بوفاه احدهما او بالطلاق يجب بذلك، لكن الانسان اذا كان عنده سعه
هذا دين عليه يبادر حتى وهي زوجته. ايوه نعم، لان هذا مش موجود في فقهنا الا من رحم الله. أيوة. الزوج يظن ان هو عند الطلاق فقط. ايوه نعم. وما عدا ذلك هو مش دين. أيوة. هو دين حتى وان استمرت معه دين. نعم. الحياه. نعم. ام ملك، تعدد النوايا في النوافل، والشيخ امس قال لها نعم والا لكن في السنن المؤكده لا. فهي بتقول انا مش عارفه يعني ايه السنن المؤكده. نعم، هذا يسمى الاشتراك في النيه او التشريك في النيه. فالتشريك في النية يكون جائزا في بعض العبادات ولا يكون جائزا في عبادات أخرى. فإن كانت العبادة مقصودة لذاتها والأخرى غير مقصودة لذاتها، يعني إيه؟ أن أقرب، أنا دخلت المسجد سأصلي راتبة الظهر، هذه سنة مؤكدة، وعندي تحية المسجد، فيجوز هنا أن أجمع النية ما بين راتبة الظهر وتحية المسجد، لأن تحية المسجد ليست مقصودة لذاتها، وإنما هي المقصود منها شغل البقعة بالصلاة قبل أن أصلي، قبل أن أجلس. فإذا ما دخلت يبقى يجوز هنا أن أجمع بين نية الراتبة المؤكدة هنا وبين نية تحية المسجد. بل أحيانا يجمع أيضا بين أمرين مؤكدين، زي مثلا غسل الجمعة غسل الجنابة. غسل الجنابة ده واجب. طب إذا جمعت بين النيتين، غسل الجمعة طبعا الجمعة أنه مستحب، لكن بعض أهل العلم قال أنه واجب، حتى لو قلنا بالوجوب فإنه يجوز أن يجمع في غسل واحد ما بين في بنية واحدة ما بين الغسلين. نعم. وإن كان الشيخ الألباني أفتى أنه يغتسل للجنابة غسلا ويغتسل للجمعة غسلا، لكن الجمهور على الجمع ما بين النيتين. تمام، يعني حتى السنة المؤكدة ممكن حد يجمع فيها النوايا على الطريقة. احنا ضربنا مثال. تمام. الأمر كده أوسع يا أم ملك. نعم. النقاب فرض أم سنة؟ وهي قالت إن زوجي هو الذي جعلني أرتدي النقاب، وهي يعني مش راضية بالنقاب، فهل هو فرض أم سنة شيخي الكريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه مسألة قديمة جديدة، والخلاف فيها قديم وليس بجديد. نحن نرجح النقاب ونرجح وجوب النقاب، لكن لا نخطئ من قال بالخمار، لا نخطئ هذا، إن عنده هذا أدلة وهذا عنده أدلة. زوجها قال لها نعم ارتدي النقاب، فعليها أن تطع زوجها في ارتداء، وخلاص ده ارتديته خلاص. أنت في طاعة وأنت يعني متشبهة بزوجات النبي عليه الصلاة والسلام وآت المؤمنين بالصحابيات بالفضليات، فأنت على طاعة، فعليك بطاعة زوجك، ولا تفكري في خلع النقاب، تقولي أنا أصل ألبسه أنا كارهة لأمر كانت عليه أمنا عائشة وأمنا حفصة وأمهات المؤمنين والصحابيات الفضليات، فأنت على الطريق، أنصحك بعدم خلع النقاب. نعم، وأسأل الله أن يشرح صدرك النقاب. اللهم آمين. جيرانها يبدو أنهم أولاد صغيرين بيجوا قدام الشقة كده ومشغلين أغاني أو يعملوا دوشة وما شابه ذلك. زوجها قال لها إيه؟ العين بالعين والبدية يعملوا إيه؟ هيعملوا إيه؟ فهي مش عايزة تعمل حاجة تندم عليها، فماذا تفعل شيخي كريم؟ والله تراجعهم مرة ومرة، مرتين ثلاثة. هم أطفال بيقولوا أولاد صغيرين أو ما شابه ذلك. لو هم أطفال فالأمر الأطفال يعني. طب لو كبار شقق صغيرة والأولاد عايزين يلعبوا تتحمل من أجل الأولاد، لكن لو كبار لا، تكلمهم مرة ومرة ومرة، وتأتي إليهم بمن يكلمهم ولا تسكت. يعني مثلا كبار وبيأذوهم بأصوات المذياع العالية طب حتى للصغار، ما أبوه يقول له تأدب يا ولد، أمه تقول له تأدب. نعم، بس الأمر هين. يعني مثلا بيلعب في الطرقة أطفال بيلعبوا في الطرقة، معلش كأنهم أطفالنا نتحمل قليلا، ولكن لو أمر بقى فيه معاصي فلعب الأطفال ده مباح. يقولوا أغاني، مش شغلوا أغاني. أيوة لا، أراجعهم وآتي لهم بمن يراجعهم، لكن أنا هعمل إيه بقى، شغلهم أنا كمان عشان يبقى العين في العين؟ لا. فأراجعهم رد الفعل شديد أو عنيف أو يبقى في خصام؟ والله هنا ينظر للأمر، لو هم يعني كلموهم مرة ومرة ومرة ولم يرتدعوا يبقى يأخذوا إجراء بحيث يشعرونهم بما يفعلون. نعم، فضلت الدكتور متولي البراجيلي، ربنا يبارك فيك، متعكم الله بالصحة والعافية، ولك بمثل، ونفعنا الله بعلمكم. اللهم بارك الله لنا في هذه المجالس، أسأل الله أن يديمها وأن يديمكم وأن يديم الندى، وأن يحفظ المسلمين في مشارق الأرض وفي مغاربها، وأن يحفظكم بحفظه. أمين أمين يا رب العالمين. هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
تعالى.